تعرفي نفسك؟ خيري احمد مهران، جاي النهارده علشان تنتخب رئيس لمصر ان شاء الله باذن الله، وربنا يولى من يصلح باذن الله. طب انت النهارده جايب معاك بنتك الصغيره، عندك كام سنه؟ عندي 9. عندك ايه؟ 9. جايه مع بابا النهارده؟ جايه ليه؟ عشان ينتخب رئيس جديد وحلو لمصر. يعني انت هتنتخب مع بابا دلوقتي؟ هتقولي له انتخب مين ولا هو عارف ينتخب مين؟ هو عارف. ماشي، تقولي ايه النهارده وانت جاي تنتخب؟ والله يا ربنا يولي ما نوصح ان شاء الله ويعدل حال البلد ان شاء الله. الانتخابات عامله ايه النهارده؟ العمليه الانتخابيه ماشيه بطريقه كويسه ولا في مشاكل؟ ماشيه متسهله ان شاء الله وربنا يستر. في مفيش اقبال النهارده في حلوان ولا العدد؟ لا والله في اقبال كتير وبتاع في حلوان وفي جميع اللجان، يعني في جميع اللجان. في اي مشاكل مثلا من المرشحين؟ في حد بيعرض الفكره بتاعته؟ في حد بيقول لك انتخب كذا او كذا؟ لا 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 لا، كل العمليه ماشيه متساهله وكله تمام الحمد لله، مفيش اي حاجه.